17 عام ما حاضرين ما ناضرين ما عرفناش بينه وبينه وبينه. جا عندي ولدي للدار، دار والديا جا دا الكلب ومشى حاشاك، جا جاب الكلب وجا كان بارك حدا الفالوره. ما عرفت شكون يعيط عليه قال لي تعالى راه قال لك اجي نتسامح انا وياك، كان لا كان مخاصمو وياه ما عرفت، جا يتسامح هو وياه جا عنقوه غدره وخشى فيه الموس. هادشي اللي كيقولوا الدراري يا بنيتي انا ما حاضر. وكيمشي لاصال وكيقرا في سيزيام، راه كيدوز في السيزيام راه دوز سيزيام هذا. راه كيقرا بالفلوس، راني خاسرة عليه زبابة الفلوس، راني كنعطي ونخسر وراني عندو جوج موات، راه عندو مو خرو، خرو هنا راني خالتو، ولكن تانا مو، وكنخسر وكنعطيه وكلشي، ومشى وأنا ما عارفاش مضارب، هادي جا قالوا لي راه نسحبوها مضارب شي ضرب، شي ضرب، نسحبوها مضارب مع شي واحد قدو، هادا قالوا لي قال لا راه مات، ما عرفتنيش حنا بنتي، ما عرفتهمش علاش كانوا مضاربي، عيط لختي مع الصباح، هذا اللي قتلو. عيط عليها قالت لي شكون انت؟ قال لها ولدك هذا ليا وهذا ليا، وجدي لي الكفن غير اليوم غادي يموت. قالت لي ويلي ويلي كان العمر بيدك وسكت. ثاني عيط عليها ثلاثه مرات وعيط لها راه مكتوبه النمره عطيتها للبوليس. جا وقلناها لي ضربني البارح وانا راني ثاني ضربني ملي ضربني ودي ضربني قلنا لي ودوز حيد قال لنا راه قال لكم قال لنا قلت لي راه قال لك غادي يقتلك قال لي راه مرحبا ملي قال لي راني غنقتلو قال اختي غنقتلو قلت له ويلي هذا قالت لي اختي ودخلت قلت لي راه قال لك غنقتلو ها هو جدي لي الكفن قلت له ويلي هذا مالوش كاه قال لي كيفاش مشى خرجت اختي تفتش على ولدها جابته قلت لي راه قال لك واحد قال لها مرحبا ولدي قال هاد الكلمه قال مرحبا انت انا خالته ومو هي خالته مربينه كامل عندنا عهوة عندنا عهوة عهوة ام النسنا مالك انا اختي ام النسنا مسخلين كتافنا كيقول لي اختي خالتي راه ما والداش انا هي انا هو ولدك وخليه ما داير عليا اختي